الاقتصاد الأمريكي انتعش بقوة أكبر مما كان يعتقد في البداية في الربع الثاني، معطياً الدلالة بقوة كامنة مستدامة. وزارة التجارة أفصحت عن توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.2% بدلاً من معطيات سابقة تحدثت عن 4%، مما يعكس تنقيحات بالزيادة في الإنفاق على الأعمال والصادرات. مكون النمو في الربع الثاني، وهو الأسرع منذ الربع الثالث من 2013، كان مشجعاً أكثر مع مصادر نمو ذات نطاق واسع.